طيب احنا كالعادة كنا موجودين طبعا في المعرض عشان ننقل لكم كل التفاصيل. هنروح نشوف التقرير اللي جاي ونرجع نكمل كلامنا تاني مرة تانية. هو أسبوع كامل من المعارض، فيه 14 معرض محلي ودولي، وده أول واحد هيتفتح، وده معرض دولي بيلف العالم كله مع الجماعة بتوع الووردبريس فوتو، وهم زي مسابقة دولية بتتعمل كل سنة زي كأنها أوسكار بتاعت الصحافة في العالم. فإحنا جبناها مصر، وكمان احتفالا إنه في بنت مصرية كسبت، رحاب الدليل، ودي ده شيء بيبقى صعب. زمان كاتبة خميس برضو كسبت، بس السنة دي رحاب الدليل، ومعنا واحدة فلسطينية ومعنا واحد سوداني، وده إنجاز في حد ذاته إن يبقى فيه عرب كاسبين في مسابقة دولية زي دي. We're here in the World Press Photo Exhibition 2022 in Cairo in the Radio Cinema. It's very exciting to be back after more than 10 years of absence. A World Press Photo is the most important photo contest in the world. We were founded in 1955 by a group of Dutch journalists in Amsterdam, and since then we've been organizing the biggest photojournalism contest. So every year we ask professional photographers to send in their work, and then a jury makes a selection and chooses the best of press photography of that year. This year we received 65,000 images by 4,000 photographers from 130 countries. So you can imagine that the jury has this huge task to select only the best images. And when they select these images, they look at two things. One, it has to be a very striking image. And two, it has to have a story behind it. So those are the two elements that you will find in this exhibition. I accept the open format, the regional category. Why? مشروع هو سلسلة فوتوغرافية مش بس صورة واحدة. مشروع عملته مع المجتمع البدوي في كاترين في سيناء. المشروع كان أصله إن هو يحتفل بالهوية البدوية. وبالوقت حبيت إن يبقى المجتمع يبقى جزء من المشروع نفسه، فبدأ إن أعزم أعضاء من المجتمع إن هم يعملوا خياطة على الصور، إن هم يعلقوا على الصور من خلال الشعر وهكذا. وبالوقت المشروع بقى مش بس عن الهوية البدوية، بقى عن الهوية الأصلية وعن أهمية إن احنا نبقى عارفين هويتنا نفسها والانتماء للأرض وهكذا يعني.